هنا شباب فلسطين في دايم هاي اليوم على الجبل جبل اسمه الافوتان تحية للاتحاد الفلسطيني في الصين تحية لجميع الكتاب الفلسطينية تحية لأحلى خلالي السلام عليكم رأيت يا عمي طالعين على الجبهة أحلى رئيس أبو الدوح ورئيس الكبير الكبير العسل زي السكرة أنا نروح الخطبة أنا في فلسطين على الجبل فلسطين على الجبل سكرة في أخونا عاشور على العرس أنا. لا بعد العيد بعد العيد بعد العيد عدنا والعبد احمد طبعا الشباب مجتهدين بدهم يشوفوا الغروب مع انه بيش غروب غير الشمس ما بدنا عشان الغروب بس راحت علينا الجو حلولي في الشروق والجو اليوم اذا بدنا فلسطين كل هيكم الضفه غزه الارض المحتله كل عام وانتم بخير طبعاً هذا اليوم هو رابع يوم العيد خلي كملوا بتقول عنه رابع يوم العيد ثاني ولا الرابع رابع الله الله معنا يا شباب نم بطلع شباب مرة خير صديقي لا حطها بدي احط لا تقريبا وصلنا احنا قمه الجبل باقي تقريبا يمكن 200 300 متر نصل للقمه احنا مكان التخييم اخترناه تقريبا قبل يومين اجينا واستكشفنا الجبل انا والشباب كنا على البسكليتات بعدها كملنا التسلق بين الاشجار لحتى وصلنا لصخره مرتفعه جدا بتطلع على كل داليان احمد ما في علامات ولا في اسهم وين الطريق بالضبط في علامة؟ الحمد لله والله قل لي جبت سي أحمد الخشبة هاي علامة درب زين زي درب زين عاملينها طب وصلوا أخيرا أخيرا سلامة أخيرا هو أكثر من مستع هذا عليه وخوش خوش من غير أي توقف إن شاء الله خرافي والقمر My hair, man, come on. My body. احنا مروحين بعد ما ضيقنا الليل كاملة الساعة الان حوالي 5 صباحا بعد الفجر صلينا الفجر ونزلنا طبعا بمنتصف الليلة اجوا علينا اخواننا اليمنيين محمد نجيب ويونس وعبد الله من موريتانيا طبعا حلوة الليلة معهم والحمد لله يعني انه ما طلع لنا اي حيوان بري بس انا اللي شفته بعيني انه في غزلان برية لحد الان ما اعرف بيمسك ولا غزال اتصور صراحة كانت تجربة حلوة انه اول اشي تسلقنا الجبل وصبنا الخيمة ولعنا نار شوينا بطاطا